يا عيني على يوم الخميس، أكتر يوم بحبه الخميس علشان بعده الجمعة. أصلاً المفروض يخلوا الأسبوع كله جمعة وباقي الأيام خميس. قبل شوية كان الأستاذ يحكي لنا إنه رفع الصوت عادة مش مؤدبة في الشارع. ليش رامي ووليد وحسام بيعملوا هيك؟ لما الواحد بيعلي صوته في الشارع بيكون مش عامل اعتبار لكل الناس اللي ماشية في الشارع، وهذا شي غلط ومش من أخلاقنا إحنا طلاب المتعلمين اللي مفروض نكون قدوة لغيرنا. اطلع اطلع، الشارع واسع. شوف فوق ما هم غلطانين وماشيين في نص الشارع كمان بيصرخوا على الراجل الكبير. يا خسارة، ليش بيعملوا هيك؟ أصلاً مفروض هم يمشوا على الرصيف عشان ما يتعرضوا للخطر، وبعدين الطريق للسائقين مش للمشاة يا وسام. المشاة مفروض إنهم يتحركوا على الرصيف علشان من حق السائق يتحرك في نص الشارع بحرية زي ما إحنا من حقنا نتحرك على الرصيف بحرية. مش عيب ترمي العلبة في الشارع؟ ما هو الشارع وسخ. ولو وسخ نزيد وساخة يعني؟ هيك بتاكل بدون ما تعزم؟ طيب امسك والله لا أوريك.